تمام كده السيشن هيتسجل، انا بدأت التسجيل من دلوقتي. تمام، بالمناسبة عشان برضه الموضوع هيبقى سهل لمعظم الناس عن طريق الابليكيشنز على الفون، فالدايت بلان هيتعمل عن طريق الفون، كل حاجة عن طريق الفون، مش هستخدم ولا بي سي ولا لاب ولا أي حاجة. فالموضوع هيبقى سهل بس محتاج بس تركيز منكم وبرضه تفاعل معايا، يعني لو في أي أسئلة برضه في النص كده مفيش أي مشاكل إن الناس تسأل يعني. أول حاجة حد يفكرني بس، هو إحنا بنعمل في البداية، بنعمل إيه في البداية؟ قبل ما نعمل أي حاجة، إيه أول خطوة المفروض بنعملها؟ سهلة جدا، دي أول حاجة اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. البيم ار حلو، اللي هو الكالوريز. حلو، طب أنا هعمل ده إزاي؟ هعمل ده عن طريق حاجة تانية بسيطة أبسط من اللي أنا عملته المرة اللي فاتت. تمام؟ ماشي في موقع لذيذ قوي، بحط فيه البيانات اللي أنا محتاجها، هيطلع لي قيمة السعرات بعد معدل النشاط، هو بيحط معدل النشاط من نفسه. موقع اهو. نبذة سريعة بس عن بيانات سيد ده اسم المتدرب، يعني عنده 20 سنة، وزنه 54 كيلو، طوله 170 سنتي. الإصابات اللي سألته عليها ما عندوش الحمد لله أي إصابات. تمام، هدفه من المتابعة عموما أو بالذات من الدايت بلان يعني انه يظبط جسمه، يبقى جسمه لائق يعني بالنسبه لسنه. برضه يوميا هو بيقول لي بيلعب كوره كتير، ما راحش الجيم قبل كده خالص، بيسهر كتير عاده، لكن حديثا قال لي بعد رمضان انه متظبط، شغله من البيت وملهوش وقت معين. تمام، بينام الساعه 11 وبيصحى الساعه 8 الصبح. دي البيانات العامة اللي المفروض أي حد يبقى عارفها عن نفسه عموما، طبعا بالنسبة لكم انتوا لازم تكونوا عارفينها وتحددوها، يعني الحاجات دي بتبقى أساسية معاكم. زي ما أنا قلت عنده 20 سنة، فأنا بحط هنا سنه، وزنه 54 سنة، 54 كيلو قصدي، وطوله 170 سنتي. تمام كده، هنا بيقول لي هحط activity. طب لو احنا فتحنا القائمة اللذيذة دي، في هنا 5 معدلات اكتيفيتي، انا هحط له من 3 لـ5 ايام تمرين في الاسبوع، الموضوع مش محتاج يعني، فهحط له مودريت اكسرسايز. طب البادي فات هنا اوبشنال، طب في حالة ان انا عارف النسبة، طبعا انت مش هتعرف النسبة بشكل دقيق، فانت بتحط اي قيمة قريبة من الحقيقية، لو انت ما تعرفهاش عادي ممكن تسحبها 15. فمن الصور اللي هي اللي هو بعتها لي غالبا النسبة من 15 ل 12 مثلا، فهسيبها 15 زي ما هي. تمام، هبدأ احسبها. الحلو في الموضوع ده ان هنا بعد ما بحط له اصلا معدل النشاط، هو بيجيب لي تحت هنا معدلات نشاط مختلفة غير اللي انا اخترته، فانا كده كده مختار المودريت اكسرسايز. طلع لي هنا الكالوريز اللي المفروض ياخدها ووزنه يبقى ثابت مع معدل النشاط اللي انا حاطه 2337. طب هنفترض مثلا، طبعا هو هدفه ان هو يزيد في الوزن، تمام، سواء بقى زياده عضليه او زياده كتله عموما، بس انا طبعا هدفنا الاساسي زياده عضليه. هنزود له السعرات من كام لكام؟ في حدود من 500 ل 1000. طب انا هحط له كام؟ ممكن احط له 1000، فاحنا هنمشيها ان احنا هنحط له 1000، فكده في الحاله دي السعرات اللي احنا هنمشي عليها 3337. تمام، ممكن عادي ما فيش اي مشكله لو جبت مثلا ورقه وكتبت البيانات دي، بحيث ان برضو ايه تكون متاحه قدامكم محدش يتوه مني، وبرضو يعني احتياطي حد يعني خلي معاكم آلة حاسبة كده على جنب، الموضوع هيبقى مفيد يعني. ففي الحالة دي 3337 ده الأساس بتاعنا، ده كده الكالوريز بتاعة الدايت بتاعنا. تمام كده، طب أنا قلت لكم قبل كده إن أنا بستخدم 4 طرق عشان أحسب السعرات، فات سيكريت وده ما بستخدمهوش في الفترة الحالية يعني، وبستخدم بعد كده ماي فيتنس بال وكرونوميتر وجوجل. تمام، طب هنمشي على ده إزاي أو هنمشي بيهم إزاي؟
انا هفتح الاول كرونوميتر. تمام، انا كنت اصلا مظبط السعرات بتاعته وكاتبها بحيث ان انا ما اخدش وقت. الموضوع بسيط جدا، انت بتدخل على السيتنج وبتحط بس البيانات ومفيش اي مشاكل. انت ممكن حتى تحط السعرات اللي انت حسبتها اصلا بره، فانا حطيت 3337. تمام كده. هنا المميز في كرونوميتر حاجتين، ان كل حاجه بتبقى فيها تفاصيل زياده شويه، الموضوع هيبقى صعب بس تفاصيله زياده، فدي حاجه حلوه. الحاجه التانيه ان هو بيحسب المايكرو نيوترينز، يعني المعادن والفيتامينات والحاجات دي كلها بيحسبها معاك برضو من الاحتياج اليومي للمتدرب، فدي حاجه حلوه جدا يعني. مش هتلاقيها دقيقه في ماي فيتنس بال، فلو ما عندكش مشاكل في صعوبة الابليكيشن ممكن تتعود تستخدمه يعني. طب هنا احنا بندوس عليها عشان نبدأ نحط الوجبات او نحط الاكل بالمعنى الاصح اللي هنحطه بعد كده في الوجبات. هتدوس على علامة الزائد اللي في النص هنا وهتدوس اد فود عادي جدا. طب احنا هنبدأ بإيه مثلا؟ احنا مبدئيا عايزين نجمع طبعا الحاجات دي ظهرها لي كده بشكل عشوائي، وفي نفس الوقت الحاجات اللي انا استخدمتها قبل كده حبيت ابحث عنها. فاحنا لازم نحط ماكرو نيوترينز مايكرو نيوترينز. فاحنا هنحط الاول الماكرو، بس قبل ما ابدا احط الاكل اصلا في خطوه انا ما عملتهاش قبل كده، حد يقدر يقول لي هي ايه؟ والله اختصارا الوقت انا هقول المفروض ان احنا بنقسم الماكروز. طب بنقسم الماكروز ازاي؟ اولا احنا ممكن نحسب الدهون، مفيش مشاكل ان احنا نحسب اول حاجه الدهون. الدهون للرياضيين عموما بيفضل ان هي تكون قريبه شويه من ال 30%، يعني بمعنى اصح يعني الحدود بتاعتك 30%، ما يفضلش انت تزود عنها في الدايت المتوازن اللي انت حاطط فيه بروتين وكارب ودهون، وهو ده فعلا اللي انا بمشي عليه الناس بتاعتي. تمام، فهنقول مثلا احنا هنمشيه على 20%، ما فيش اي مشاكل ان انت تمشيه على 15، ما فيش مشكله 20، ما فيش مشكله 25، ما فيش مشكله 30، عادي جدا. الفكرة في بقية سعراته، فأنا هحط له مثلا 20. طب هنحسب ال 20 دي إزاي؟ أو 20 دي بتاعت إيه أصلا؟ 20% من إجمالي السعرات اللي هياخدها في يوم، يعني 0.2 في 3337 هيطلع لي إجمالي السعرات من الفات بس 667. هقسم الرقم ده طبعا على التسعة، هيطلع لي عدد الجرامات من الفات بس، طلع لي 74 جرام فات. ده كده 20% من الإجمالي من إجمالي السعرات هيبقى فات، اللي هو كام بالجرام بقى عشان مهم؟ 74 جرام، والسعرات هتبقى 667. ده طبعا اللي انا قسمته اصلا بالفعل على التسعة عشان اطلع الجرامات. هنا في الكرونوميتر بيتعامل بالكالوري بس في حكاية الماكروز وكده، فهنحتاج جدا حكاية الرقم بالكالوري. تمام كده، نروح للبروتين. احنا محتاجين قد ايه بروتين لسيد؟ في حالة ان هو عايز يزيد في الوزن ممكن نحط له من 1.6 جرام بروتين لكل كيلو لغاية 1.8 جرام بروتين لكل كيلو. أيوة، يعني إيه مثلا؟ فهنفترض إن أنا هحط له 1.8 اللي هي القيمة مثلا العليا في الفترة دي، فواحد وتمانية في وزنه الأساسي اللي هو 54 هيطلع كام جرام بروتين؟ هيطلع 97. بص هنمشيها 100، مفيش أي مشاكل إن إحنا نمشيها 100، 3 جرام دول مش هيأثروا في أي حاجة. فهيبقى 100 جرام بروتين، ال 100 جرام بروتين دول قد إيه كالوري؟ هتضرب ال 100 في 4 هيطلع لك 400 كالوري. تمام كده؟ كده 667 كالوري من الدهون و400 كالوري من البروتين. كده الباقي أكيد هيبقى من إيه؟ طبيعي ان هيبقى من الكربوهيدرات. فكده هنطرح 3337 ناقص 400 ناقص 667
هيطلع إجمالي السعرات من الكربوهيدرات 2270، وده رقم كبير جدا مش أي حد ممكن يقدر عليه. طب في حالة إن أنا ما قدرتش أحط له كمية كارب كتير، أو بالمعنى الأصح هو أنا هقدر، الموضوع سهل جدا إن أنا أحط أصناف أكل، طب في حالة إن هو ما قدرش بالفعل ياكل كمية الكارب دي كلها، هل في مشكلة إن هو ياكل أقل من كده؟ أه في ما فيهاش أي مشكلة، لأن أنا حاطط له بالفعل زيادة في السعرات 1000 كالوري، أنا قلت ممكن يكون من 500 ل 1000، فأنا حطيت له أعلى نسبة، فممكن ياخد أقل من كده عادي جدا، بس طبعا من غير ما يرجع لي يبقى في مشكلة، لازم يقول لي الأول إن هو مش هيقدر ياكل كمية الأكل دي، فساعتها أنا بقلل له عن الرقم اللي أنا كنت حاطه له في الأول ومش هيحصل مشاكل، هي الفكرة بس إن الزيادة هتقل عن المعدل. الصوت واضح الأول وصل لكم ولا في مشكلة؟ في حد وقع في منطقة معينة وعايزني أعيدها ولا إيه؟ كله فاهم يعني؟ لا تمام، اه الصوت واضح وكله واضح. خلاص تمام كده، اجمالي السعرات زي ما قلت كام؟ 3337. اجمالي السعرات من الفات 667. اجمالي السعرات من البروتين 400. اجمالي السعرات من الكربوهيدرات اللي هي المتبقية اصلا 2270. تمام كده، نيجي بقى لحاجة مهمة جدا، نرجع للكرونوميتر. نحسب الأول، ممكن نحسب الحاجات السهلة. أنا أفترض إن أنا عايز أحط له مصادر دهون، مصادر دهون صحية. إيه أكتر مصدر دهون صحية معروف وبيتحط في وجبات الدايت؟ زيت زيتون، صح كده؟ انا هجرب بس، ولا بلاش انزلها يمكن يلغي الميتنج، فخلينا في امان احسن وخلينا كده احسن. عندك هندخل على اللايف اويل، هيحصل حاجة بسيطة كده. عندك هنا حجم السيرف، نزل بس ده كده. حجم السيرف يعني بيقول لك انت هتحسبها بالجرام خالص، مش هيحصل فيها اي مشاكل. سيرفنج سايز، وفوق هتختار انت هتاخد قد ايه سيرف. يعني في حاله ان انت مختار جرام وحابب تحط له مثلا 15 جرام زيت زيتون، حد مركز في الخطوه دي ولا؟ انا حطيت هنا السيرفنج سايز جرام واحد، لان انا عايز احسب الحاجه كلها بالجرام، بعد كده حطيت فوق 15 يبقى كده 15 جرام. لو نزلت هنا هتلاقي بعد كده النيوتريشن فاكتس بتاعتها 133 كالوري، طبعا 15 جرام فات لان هو معظمه اصلا فات، او بمعنى صح كله يعني ممكن نعتبره كله، هو اكيد مش كله بس هو على الورق بيبقى كله يعني. طبعا بيجيب لك هنا المايكرو نيوترينز، الفيتامينات، المعادن تحت بعد كده، طبعا مش غني بالفيتامينات والمعادن لان طبعا برضو الكميه قليله، لكن هو كهيلثي فات فاكيد انا ضايفه عشان كده. طبعا هنا هو مقفل الساتوريتد والترانس فاتس، لان هو اصلا انت مش حاطط لك احتياجك من الترانس فاتس بس. فكده هندوس اد تو دايري، هات لي ايه ضايف لي 15 جرام اولايف اويل، وحاطط لي فوق على الشمال الكالوريز اللي انا حطيتها. كده احنا حطينا 133 من 3337، لسه قدامنا رقم يعني كتير جدا. كده احنا حطينا اول مصدر للفات زيت الزيتون. نعمل ايه تاني؟ تحب نضيف ايه تاني؟ حد يجي في باله كده؟ انا كل ده بس انا اكيد عارف انا هضيف ايه، بس انا بس لا انا بقول لك مصدر للفات يعني. ممكن فول سوداني. فول سوداني، شيء جميل، نضيف فول سوداني. بص هنا ظهر لك ايه، هتختار اول واحد، هقول لك ليه دلوقتي. جاي بيقول لك دراي ناشف روستد محمص تقريبا انسولتد، يعني مش مملح، الملح مش هيفرق في حاجه في الحاله دي بالمناسبه. طب بما اني اصلا حافظ السعرات بتاعت الفول السوداني قبل كده، فلاقي ان السعرات هنا هي صح،
طب في حالة ان انت مثلا بتعمل سيرش عن صنف جديد وما تعرفش او مش متأكد هل ده صح ولا غلط، فطبيعي ان انت هتعمل سيرش في كذا مكان بطريقة صح. طبعا مفيش سيرش بالعربي، محدش بيعمل سيرش بالعربي لان العربي مبيبقاش صح غالبا. ولو في حاجة معينة انت مش عارف معناها بالانجليزي تقدر تستخدم جوجل ترانسليت عادي جدا. طب نحط له قد ايه بقى؟ هنحط له بشكل مبدئي 50 جرام، هتبقى كمية كافية، ما اعتقدش ان احنا هنحتاج نزود قوي يعني. لو احتاجنا بعد كده ان احنا نزود الفات، ما لقيناش مثلا مصادر فات تانية ممكن يقدر يوفرها، فممكن نحط له فول سوداني زيادة، بس هنحط حاليا 50 جرام فقط. فطبعا السيرفنج سايز لسه جرام واحد بس، نحط كام؟ نحط 50. لو حطينا 50 هتلاقيه هنا كاتب لك 294، دي السعرات بتاعت 50 جرام فول سوداني. هتدوس اد هنا هتلاقيه ضافها لك على 133 القديمة، يعني 426. تمام كده، كده اجمالي الفات او بالمعنى اصح اجمالي السعرات اللي جايه من الفات قد ايه؟ 341. هنا احنا دوسنا ايه الاول؟ احنا دوسنا هنا على الكونسيومد. تمام، لقيت ان انا ضفت له 341. طب انا ناقص لي قد ايه؟ انا المفروض التارجت بتاعي في الدهون 667، فلسه قدامنا شويه كده. طب حد يقول لي بقى، هو انا حابب دلوقتي احط له مصدر للدهون بس يكون معاه مصدر بروتين، يعني الاثنين في نفس الوقت، حد يقترح علي حاجة فيها بروتين وفيها دهون؟ ممكن تدور في غيخ مثلا، ممكن ايه؟ تدور في غيخ صدور فراخ الدهون فيها قليلة قوي. ممكن لحمة، عندك مشكلة في اللحمة يا سيد ولا ايه؟ لا لا، من ناحية اللحمة ما عنديش مشكلة. خلاص تمام جدا، نضيف لحمة. في مشكلة بقى لما بتيجي تعمل سيرش عن اللحمة عموما، نسب الدهون اللي فيها. هتيجي تعمل مثلا بيف ميت، طبعا نعمل سيرش صح، كده كده البيف ده لحم البقر يعني عموما، عشان الناس برضه ما تقولش ان انا بتفزلك، هو ده السيرش بتاعها. فهنا مش حاطط لك خالص اي نسب فات. طب تعمل ايه في الحاله دي بقى؟ تعمل ايه في الحاله دي؟ هنطلع، بما ان انت مش فاهم يعني ما اعتقدش حد هيفهم حاجه من هنا. قالوا كده تعمل حاجه لطيف، تدخل على تاني مصدر، ممكن تدخل على جوجل. هو اصلا بيف اتكتبت غلط في الابلكيشن، بس يلا مش مهم. شفتوا هنا الظاهر ايه؟ هتلاقي في خمك مكتوب لك 85% لين ميت، يعني 85% اصلا لحمه، الباقي هيبقى فات ده اكيد يعني. طب في حاله طريقه الطهي هنا كاتب لك بويلد، طب انت عايزها اصلا نيه، انت عايز مثلا تحسبها نيه، فهتدوس على السهم اللي هنا دي اللي جنب بويلد على طول، ده في حالة ان هو موجود اصلا اوبشنز تانية غير البويلد. حد فاهم انا عملت ايه من اول ما دخلت جوجل ولا؟ محدش فاهم صح؟ طب حد فاهم الصورة دي؟ هو تمام، بس الحته بتاعت بويل دي احنا جبناها منين؟ معلش هي جايه كده، مش شايفها من الصوره. مش شايفها من الصوره يعني هي فوق ايه طيب او تحت ايه؟ هي مكتوب دي الميت، ثواني هرجعها لك. اي نيوتريشن فاكتس، شايف اول سطر تحت اوفر فيو كاتب لك بيف جراوند، جراوند ده المكان اللي مقطوع منه اللحمه يعني طبعا انت عارف ان البقره موجود فيها كذا منطقه بتقطع منها اللحمه. 85% لين ميت و15% فات. طريقه التسويه بويلد،
لو انت دوست اهو دوست على السهم اللي جنب بويلد هيجيب لك كذا طريقه تسويق. طب انت عايز مثلا طريقه معروفه طريقة مثلا انت متعود تعمل بيها اللحمه عموما يعني. او بالمعنى اصح هنا كاتب لك هنا برضو كاتب لك نوع اللحمه في بعد كده 30% فات فغالبا انت هتختار هنا اللي كان مختار بالفعل يعني. لكن في الحاله دي هتبقى مسلوقه. طب الكالوريز بتاعتها قد ايه؟ 250 كالوري. مجرد بس ان انت هتحفظ البيانات اللي هنا هتكتبها في ورقه وتدخل على الابلكيشن تاني وتدور على البيانات المقاربه للرقم اللي هنا لان غالبا الرقم اللي هنا اصلا كان صح. طب ليه كان صح؟ غالبا جوجل في الحاله دي ما بيغلطش لان هنا في مصدر موثوق بيجيبوا منه البيانات دي. طب انت لو عملت سيرش غلط بالعربي ممكن يجيب لك تبع اي موقع تاني ممكن يكون موقع اصلا بالعربي وكتب لك البيانات دي تمام. ففي الحاله دي المصدر اللي انا جايبه لك هنا صح. فهتكتب 250 كالوري لكل 100 جرام غالبا انا احط له اصلا 100 جرام بس تمام. نسبه البروتين بعد الكلام ده كله بعد السلق يعني لازم لما يجي يسلق او لما يجي يسوي الحاجه يوزنها بعد التسويه ده للحمه فقط مش حاجه تانية. ف 250 كالوري لكل 100 جرام 26 جرام بروتين كل برضو 100 جرام 15 فات كل 100 جرام. الكلام ده كله موجود في الصورة على فكرة يعني لو ركزتوا فيه الفكرة بس ان انا عشان اعرف اماكنهم فبجيبها بسرعة يعني. في قد ايه كارب بقى؟ طبعا ما فيهوش كارب دي لحمة يعني فما فيهاش كارب. نرجع تاني للابليكيشن. طبعا الابليكيشن بيبقى مسجل البيانات اللي انا دخلتها قبل كده طبعا الا لو عدى يوم. لو عدى يوم هو بيحسب لك يوم جديد. نعمل سيرش من جديد عن بيف فهنفترض هناخد اول حاجه هنختار السيرفنج سايز برضو جرام واحد. هنا مكتوب 160 وطبعا مش صح يعني مستحيل ان هي تكون صح. جاي بيقول لك 160 كالوري و29 جرام بروتين ومش ده اللي اخترناه وما اعتقدش ان حد هيجيب نسبة النقاء في اللحمة بالشكل ده في مصر يعني عموما الا لو لحمة معينة. فممكن نختار لا ده البيف فات طب نعمل سيرش بنفس ال اهو جت لنا كذا مثال اهي دي نفس اللي احنا عملنا سيرش عنها بس الفرق ان هنا السعرات اقل بكتير. طب في حاله ان انت جالك سعرات زي كده وما لقيتش الحاجه الصح اللي انت كنت عملت سيرش عنها من جوجل هتختار ايه؟ تعمل حاجه بسيطه برضه بس هتبقى يعني مقرفه شويه في الحساب. مش هتضيف الرقم هنا يعني انت مش هتضيف ال 100 جرام لحمه على الابلكيشن خالص. انت هتضيفه بره تحط 250 كالوري دول بتوع لحمه وتحط الماكرو نيوترينز بره برضو وبعد ما تخلص حساباتك كلها هتضيف ال 100 جرام دي من ضمن الحسابات اللي انت حطيتها على الابلكيشن. يعني احنا دلوقتي اللحمه مش هنبدا ضايفينها اصلا الا في حاله بقى ان انت قعدت تدور وطلعت فعلا حاجه معينه مشابهه اللي انت بحثت عنها بره في جوجل على الابليكيشن. ممكن مثلا نشوف دي برضو ولا دي نفس اللي احنا عملنا سيرش عنها. احنا هناخد دي هقول لكم ليه متقاربه جدا للرقم اللي احنا جبناه بره. دي 240 كالوري والتانية 250 ومفيش اي مشاكل ان انت تحط حاجه بفرق خطا 10 كالوري حاجه يعني لا تذكر يعني. حتى هتلاقي البروتين هنا 26 جرام 25.9 وطبعا مع التقريب هيبقى 26. عندك الفات هنا 14 و 4 يعني انت ممكن تقول برضو ان هو 15. فخلاص احنا هنختار ده وهنحط له اد هنعمل له اد كده خلاص من حسن حظنا ان احنا لقينا فعلا اللحمه. طب ليه انا هنا حسيت بالتعب وانا بعمل سيرش على كرونوميتر؟ لان انا في العاده بحسب على ماي فيتنس باند بس عشان كرونوميتر عملي اكتر وفي حاجات اكتر وتفاصيل اكتر فانا بستخدمه دلوقتي.
لكن على ماي فيتنس بال مشكلته الوحيده انه ما بيحسبش مايكرو نيوترين، دي المشكله. كده احنا لو رجعنا للكونسيوم ده هنلاقي ان احنا عندنا 74 كالوري من الدهون وعندنا 43 كالوري فقط من الكارب، بس ده لسه هنجيبه يعني، وفي 153 كالوري من البروتين. احنا كان هدفنا البروتين 400 طبعا، ومن الفات 667، لسه قدامنا شويه من الفات. طبعا غالبا احنا دلوقتي هنلجأ للبيض، البيض سهل جدا تعمل سيرش عنه. طبعا هتختار الدرايد او الرو، في الحالتين هيبقى نفس الحاجه. احنا هنا مش هنحسب بالجرام، او بمعنى صح ممكن تدور على يعني ايقونه تانية يكون بيحسب لك بالبيضه الواحده مش بالجرام يعني. هو اصلا حسب لك هنا ال 44 جرام ده اللي هي البيضه الواحده. فهنحب نحط كام بيضة عشان نكمل احتياجنا من الدهون؟ هنحط مثلا 4، ستمية تسعة وتلاتين من 667. كده في الحالة دي خلاص يعني احنا يعتبر قفلنا الدهون بشكل يعني مباشر، اللي هيجي بعد كده هيبقى غير مباشر. يعني ايه؟ يعني في حاله ان انت اخترت مصادر الكارب بعد كده ومصادر بروتين بعد كده، هتلاقي ان انت تدريجيا الدهون بتزيد معاك، فانت دلوقتي مش محتاج تركز على ان انت تجيب مصادر دهون بحد ذاتها، فانت هتكتفي لحد هذا القدر ب 639. كده كده ناقصك على 667 رقم بسيط جدا، فكده كده هيجي بشكل غير مباشر من المصادر الثانيه للبروتين والكارب. فاحنا كده هنبدأ ندخل على البروتين. طب البروتين هنا اللي احنا جمعناه حتى الآن 250 كالوري من 400، فاضل لنا 150 كالوري بس. فاحنا ممكن نضيفه من ايه؟ ممكن نضيفه من حاجة بسيطة جدا، ممكن صدور فراخ chicken breast. سكيلس، حلو جدا. هو انا كده كده عارف ان النيوتريشن فاكتس، فهي دي الصح، دي تكون الصح. نحط لهم 100 جرام بس، اعتقد كان ناقصنا على ال 400 150 مثلا. في الحاله دي فعلا هيكون كامل لو عملنا له اد. هنيجي ندوس على الكونسيوم، ده هنلاقي 382 كالوري من البروتين واحنا محتاجين 400، ففاضل 18 جرام بروتين بالظبط، 18 كالوري بروتين انا اسف جايه من البروتين. ففي الحالة دي خلاص برضو احنا قفلنا البروتين، واللي هيجي بعد كده من مصادر الكارب هيبقى اكيد في بروتين وهيبقى اكيد في فات، فهيوصل للتارجت بتاعنا اللي احنا كنا محددينه من الاول. كده نيجي للمهمة اللي انا بعتبرها سهلة نسبيا، الكارب. ايه مصادر الكارب الاساسية اللي بنستخدمها في مصر وسهل ان احنا نجيبها؟ بما ان كمية الكارب طبعا اللي هحطها كتيرة، فلازم احط له مصادر سهل ان احنا نوصل لها. فاول حاجه طبعا هتبقى الرز. خلينا في الوايت، انا هنا كتبت وايت رايس رو، يعني رز ابيض، ورو ده اللي هو يعني ني بالمعنى الاصح. لو جينا الاول حاجه هنلاقيه جاب لي نفس المواصفات اللي انا عايزها. انا اختار السيرفنج سايز برضو جرام، ال 100 جرام 365، ودي قيمه صحي جدا. طب هنحط له قد ايه رز مثلا؟ هنحط له 200 جرام، ففي الحاله دي هنكتب هنا 200. لو عايزيني ابطئ اكتر من كده وشايفين ان الموضوع سريع يعني، انا ممكن ابطئ عادي جدا لو مش مستوعبين برضو الارقام بحطها يعني. لا واضح ان انا كده ماشي تمام، فهكمل على كده. كده احنا ضفنا ايه في الدايت لغايه دلوقتي؟ ضفنا 15 جرام زيت زيتون، 50 جرام فول سوداني، 100 جرام بيف 85% لين ميت، واربع بيضات نيه. طبعا اكيد مش هياكلها نيه، انا بتكلم كل ده في القيم الغذائيه بتاعتها وهي نيه تمام. بعد كده التشيكن بريست 100 طبعا من غير اي عظم، وبعد كده الرز 200 جرام قبل التسويه،
مهم ان انت توزن الكارب ده بالذات قبل التمرين. في الحالة دي فاضل لنا قد ايه على الكارب؟ 716 من 2270، احنا كنا محتاجين 2270 كالوري من الكارب فقط. تمام، نرجع تاني نجيب مصادر تانية. نحط ايه مصادر تانية؟ بطاطس. بطاطس، حلو. قولوا لي ليه انا ما فكرتش في البطاطا رغم ان انا من الناس اللي بفضل جدا البطاطا. اولا هي مش متاحه حاليا، ده اول سبب يعني. فهنختار البطاطس. طبعا قبل سويت بوتيتو انا مش عايزها. حلو، جابها لي خلاص. طب نحط له قد ايه؟ نحط له في حدود 300 جرام. عندك مشكلة في البطاطا يا سيد ولا ايه؟ بطاطس يعني بمعنى اصح. معايا ولا ايه؟ ده اللي انت هتاكله. لا ركز معايا. هو كان سؤال معاك، هو مش 300 جرام بطاطس بعد السوي وزنها يقل ولا هتفضل 300؟ ما انت مش هيفرق معاك. انت لما بتيجي تحسب حاجة معينة بتيجي تحسبها على حسب، يعني انت مثلا هتوزن البطاطس قبل التسوية، فطبيعي ان انت هتجيب بياناتها قبل التسوية، لان كده كده حتى لو انت طبختها مش هيتغير فيها حاجة. اللي بيتغير بس زي ما قلت لك، لو مثلا مصدر دهون زي اللحمة مثلا او الفراخ وجيت شويتها، ساعتها في دهون بتنزل منها، فلازم توزنها امتى، او بمعنى صح تجيب بياناتها امتى بعد التسوية وتوزنها بعد التسوية. بص الموضوع هعيده لك تاني. انا حكيت لك برضو حكايه الرز على الجروب بتاع الواتساب، قلت لك ان الاختلاف الوحيد ما بينه وما بينه بعد التسويه ان انت بتدي له ميه. طب هل الميه دي بتغير من النيوتريشن فاكتس بتاعته؟ لا، هي بتغير من الوزن نفسه. الفكره ان انت ال 100 جرام رز قبل التسويه فيهم 364 كالوري او 365، مش فارقه كتير. طب بعد التسويه سعراته بتبقى قد ايه؟ بتبقى نفس سعراته قبل التسويه، لان انت ما بتعملش فيه اي حاجه، بس الوزن نفسه اللي بيتغير لان انت بتضيف له ميه، بيشرب ميه بالمعنى اصح. فالوزن اللي كان 100 قبل التسويه هيبقى من 250 ل 300 بعد التسويه، لكن كسعرات وكماكروز لا، هو انت فاهم الفكره؟ هي دي نفس الفكره في حالات التسويه اللي انا بحسبها هنا. يعني عندك مثلا حاسب هنا الرز قبل التسويه، فطبيعي ان هو لما هيجي يوزن الرز هيوزنه قبل التسويه. في حالة الفراخ أنا هحسب له الفراخ هنا بعد التسوية بالمناسبة، تمام؟ فلازم يوزنه بعد ما يتسوي. البطاطس البوتيتوس طبيعي برضه إن أنا جاي كاتب له بياناتها هنا وهو قبل التسوية. رو، بص طول ما أنا كاتب رو جنب الصنف أعرف إن هو ني، الحاجة دي نية، بس أكيد هو مش هاكله ني، لكن هو هيوزنه ني. هي دي الفكرة من الموضوع يعني. يعني يفضل ان مصادر الكرب اوزنها قبل الطهي. بتبقى ادق مش اكتر. الموضوع مش عملي احيانا، يعني مش عملي ان انت كل شوية توزن كمية نية. العملي اكتر ان انت تعمل كمية على بعضها. فان انت تعمل كمية على بعضها دي في طريقة حلوة كده انا نفسي بعملها. ان انا مثلا هنفترض باخد كل يوم 100 جرام رز، يعني انا باخد في الاسبوع 700 جرام صح كده، فهروح وازن ال 700 جرام قبل التسويه واعمل بيهم كميه رز كتيره قوي، وبعد كده اقسم كميه الرز دي لسبع اقسام، يعني سبع اقسام متساويه كده. فطب اقسمها ازاي برضه؟ يعني انا مش فاهم. هاخد الوزن ده كله ال 700 جرام بعد التسويه اوزنهم واشوفهم كام. هنفترض مثلا ان طلعوا 2 كيلو و100 جرام، يبقى كل يعني كل قسم مثلا اللي بيتاخد في اليوم قد ايه؟ 300 جرام. فهمت النقطة دي ولا؟ بص معقدة شوية بس ده اللي انا بعمله يعني.
هعيد تاني، هنفترض ان انت ليك كمية رز في الاسبوع 700 جرام، 100 جرام كل يوم. طب انت مش عايز تتعب نفسك بان انت كل يوم توزن 100 جرام قبل التسوية وتسويهم، وحابب ان انت تسوي الرز كله على بعضه بتاع الاسبوع بتاعك في وقت واحد، فهتروح عامل ايه؟ ال 100 جرام دول على السبع ايام يعني 700 جرام، هتيجي توزن 700 جرام نيين وتروح طبخهم، بعد ما تطبخهم تشيلهم كلهم من الحلة وتوزنهم. فهنفترض ان الوزن بعد التسوية بتاع الاسبوع كله كان 2100 جرام، يعني 2 كيلو و100 جرام، يبقى كل يوم انت هتاخد فيه قد ايه؟ هتقسم على السبعة هيطلع 300 جرام، فاهم الفكرة؟ يبقى انت هتوزن 300 جرام دي بقى خلاص بعد التسوية على الميزان. اعتقد الموضوع سهل ولا ايه؟ ما فهمتش برضه. صوت الصوصور الحقل. قول لي ما فهمتش، ده بعيد تاني على مثال تاني، مفيش مشاكل. طب حد فاهم؟ انا تمام. ممكن هو يكون عنده مشكلة في الانترنت مثلا. هو اصلا عنده مشكلة. خلاص تمام، مفيش مشاكل، اسأت الظن فيه، مفيش مشكلة. عموما كده كده لو حد ما فهمش النقطة دي ممكن اشرحها لكم تاني على الواتساب. يعني احنا وقفنا فين؟ عند مصادر الكارب، حطينا له رز. بالمناسبه حاجه برضو عمليه وحاجه لذيذه كده انا بعملها مع معظم الناس، لو حد زهق من الرز ما فيش اي مشاكل ان هو يستبدله بمكرونه. هو النيوتريشن فاكتس متشابهه جدا من حيث الماكرونيوترينز، يعني السعرات قريبه جدا، فما فيش اي مشاكل ان ياخد نفس كميه الرز من المكرونه، عادي جدا. نيجي انا حابب اضيف له كميه كارب تانية، لسه قدامنا كتير قوي، يعني احنا محتاجين 2270 كالوري من الكارب واحنا يا دوبك جبنا 927. حط له ايه تاني مثلا؟ انا شوفين. من رايي لسه كنت هقول شوفان. طب في حاله ان هو ما بيحبش الشوفان اصلا ممكن احط له بليله ولا ممكن؟ حلو. طب هو ايه الفرق ما بينهم؟ هو ليه الناس اصلا بتقلق من البليله قوي كده، بتقلق من القمح؟ يعني الموضوع ده شائع، يعني حد عنده افكار؟ ممكن عشان النشا اللي فيها نسبه نسبه النشا النشويات يعني عموما. ما هو كده كده الاثنين مصادر النشويات بالمناسبه، ولا عشان الحساسيه الجلوتين؟ الجلوتين بص، مبدئيا الناس اللي ما عندهاش مشاكل في الجلوتين، يعني في ناس عندها مشكله فعلا في الجلوتين، المعده ما بتقدرش تهضمه، تمام؟ فدي الناس اللي ممكن تمتنع عن كل مصادر الجلوتين، مش القمح بس. فالناس اللي ما عندهاش اصلا مشاكل في الجلوتين، ايه المشكله ان هي ما تاكل بليل؟ مش اي مشكله. فده اعتقاد خاطئ طبعا ان الجلوتين دايما بيبقى مضر وكده، لا مفيش اي مشاكل ان انت تدخلي حاجه زي كده في الدايت بتاعك، سواء قمح عادي، سواء دقيق، سواء عيش بلدي عادي بتاعنا ده، مفيش اي مشاكل من الحاجات دي كلها. طب نيجي للسعرات. في ناس بتقول عيش بلدي العادي عشان الرده، ماله يعني؟ هو الرده بتساعد شويه في ان سرعه امتصاصه تقل، فدي حاجة نسبيا كويسة بالذات على الناس اللي عندها مشكلة في الانسولين. يعني المادة دي عشان هي تعتبر الياف، فاهم الفكرة؟ بالنسبة للكالوريز بقى في الشوفان، ففي اعتقاد خاطئ برضو ان الشوفان مش بيخسس، قصدي لا انا اسف، العكس، مش بيتخن. الشوفان الكالوريز بتاعته عالية، اعلى بكتير من الرز ومن البطاطا ومن البطاطس ومن القمح. اعتقد 389 كالوري. ايه؟ اعتقد بس الفكره في ان هو بياخد وقت اكتر في الهضم، بحس بشبع اكتر لما باكل شوفان. مش اكتر قوي، لان الاثنين برضو فيهم الياف، بس ده برضو مش ميزه تخليكي تستحملي طعمه. في ناس ما بتحبش طعمه، فطبيعي جدا ان هو مش هيعتمد على الشوفان. يعني معلش، انت هتسيب كل مميزات الحاجات التانية وهتيجي عند الشوفان لمجرد ان فيه الياف زيادة عن الباقي؟ اكيد لا.
يعني في ناس مش هتقدر تاكل الشوفان كل يوم، طعمه مش حلو ليها، الكالوريز بتاعت الشوفان مش قليلة، ما بيتعملش بيها حاجات كتير قوي بالمناسبة يعني. فبرضه اللي هو يعني ليه تختار الشوفان؟ فأنا ساعتها طبعا الناس اللي ما بيبقاش عندها مشكلة في الشوفان بتكمل على الشوفان، الناس اللي بيبقى عندها مشكلة بقول لهم بدلوه بقمح عادي جدا ما فيش أي مشاكل. ففي الحالة دي ممكن أحط شوفان سهل برضه يتعمل سيرش على الشوفان، الموضوع سهل جدا. في الحالة دي لا، الشوفان هنا قيمه مش صح، لأن هي 300 وشوية على حسب النوع، لكن 246 فدي غلط طبعا. ففي حالة أنت مش متأكد برضه من الرقم لازم تراجع كذا أبليكيشن. واحنا ممكن نعمل سكان للسيريال نمبر احسن. ايوه ينفع ينفع، في منتجات بيبقى عليها فعلا سيريال نمبر او كود كده، كيو ار كود، في مع الشمال اهو جنب علامة السيرش، اي حاجة ممكن تعملي الموضوع ده فيها، يعني الموضوع بيبقى اسهل بكتير. لكن في حاجات معينة ما بتقدريش تعملها زي مثلا يعني البطاطا مثلا، رز، هكذا يعني. لكن اي حاجه معلبه ممكن تطلع لك البيانات بتاعتها عن طريق الكيو ار كود. مش مفهومه النقطه دي ولا ايه؟ لا تمام. طب ثواني، انا ممكن اعمل حاجه لطيفه كده، بس انا للاسف ما عنديش حاجه فيها كيو ار كود غير علبه كافيين. ثواني كده، حلو اهو طلع. هو ده طبعا ده مش حاجة غذائية، ده سبلمنت كافيين يعني. فهو طلعه لي وطلع لي كمان اسم الشركة في الموضوع، موضوع لذيذ يعني. لكن مش كل حاجة طبعا تقدري تعملي فيها الموضوع ده. شوف بقى القوطس، حلو، ادي دي القيمه الصح 379. طب هنضيف له قد ايه شوفان؟ طبعا ال 100 جرام دي كميه كبيره نسبيا، والموضوع مش هيبقى عملي ان هو ياخد كميه الشوفان دي كلها الا لو عملها على كذا طريقه. اكيد مش هيحط لبن على الكميه دي كلها، فانا ممكن احط 50 جرام فقط واضيف له شويه لبن واكل الشوفان بيهم. في برضه حاجه مهمه نسيناها، احنا لسه هنضيف الفاكهه. احنا هنحط بس 50 جرام شوفان دلوقتي، تمام كده، وهنضيف طبعا شوية لبن عشان ايه يعني، اكيد الشوفان من غير لبن ما يتاكلش. برضه مشكلة اللبن ان في نسب كتيرة من الدهون فيه، لكن كده كده مش كتير يعني، التفاوت ما بين السعرات في النسب يعني مش عالية. فاحنا ممكن نضيف 300 جرام لبن، اللي هي برضه 300 مللي لتر، عشان في ناس بيبقى عندها مشكلة في حساب المللترات يعني. فهنحط 300 جرام ونضيفه كده. برضه نرجع بالمناسبة، عشان أنا كنت قايل إن خلاص الدهون والبروتين خلاص قفلناهم، بس هيجي بعد كده تكملة ليهم عن طريق مصادر الكارب بطريقة غير مباشرة يعني. إحنا لقينا هنا إن البروتين ضرب في 518 كالوري بعد ما كان الهدف بتاعنا 400. هل في مشكلة ان احنا نزيد قوي كده في البروتين في حالة السيد بالذات، لان كده كده ال 400 كالوري كانت قليلة، فهل في مشكلة ان احنا بدل 400 كالوري نحط له 518 كده؟ عادي ممكن تقولوا اي اجابات، انا ما فيش اي مشاكل يعني، ممكن واحد يقول ممكن واحد يقول لا، ما فيش اي مشاكل يعني.
هما 400 كانوا صافي بروتين. لا ده 400 كالوري دول الصافي من الكالوريز اللي جايه من البروتين. اي ثينك ما فيش مشكله يعني. ما فيش مشكله ان احنا نوصل ل 500. حلو. طب حد عنده راي تاني؟ هو انا عندي راي. هو انا ينفع اقلل الكارب واعلي البروتين طالما انا داخل حدود السعرات بتاعتي ولا خلاص مشكلة. يبقى كده ما فيش مشكله لو البروتين زي دلوقتي صح ولا ايه؟ حلو مفيش مشكلة، دي حاجة حلو عشان كده بسأل. طب في الحالة دي هل بروتين أوفر أصلا هل فيه هيسبب مشكلة على صحته؟ لا مش هيسبب مشكلة. طب هل هيسبب مشكلة على النتائج؟ لا برضو مش هيسبب مشكلة، ده بالعكس دي حاجة كويسة برضو، لأن احنا في البداية خالص لقينا من الكارب كتير قوي، فهل دي حاجة عملية؟ لا مش عملية. فعشان كده أنا كنت قلت لكم خلاص احنا هنقف لحد كده لحد الرقم ده، وبعد كده في زيادات هتيجي للدهون وللبروتين من مصادر الكارب. زي ايه؟ يعني احنا مثلا حطينا لبن، اللبن فيه كارب وفيه دهون وفيه بروتين. حطينا مثلا شوفان، الشوفان فيه، يعني احنا ممكن ما نقولش ان فيه دهون بس فيه بشكل اساسي بروتين وكارب، هو طبعا مصدر اساسي للكارب بس هو فيه بروتين برضه. ففي الحالة دي زاد معانا البروتين تاني ال 518، وزاد معانا الفات بعد ما كان 667 ل 772. بس في حالة الفات مفيش أي مشاكل برضه. هقول لكم ليه؟ لأن أنا قايل لكم في البداية ممكن تزود الدهون لغاية 30% من الإحتياج من الكالوريز، تمام؟ بس إحنا حاسبين على 20% في البداية خالص. أنا ضربت 0.2 في إجمالي الكالوريز طلع لي 667، فما فيش اي مشاكل من الزياده الطفيفه من الدهون دي، بالذات ان جرام الدهون اصلا ب 9 كالوري، فكده ما زادش كام جرام، بس حاجات بسيطه يعني. كده احنا قربنا طبعا نخلص. احنا المفروض دلوقتي 2412 كالوري، واحنا المفروض هدفنا 3337، تمام كده. ناقصنا ايه نحطه؟ حطينا لبن عشان الشوفان، ناقصنا نحط فواكه وخضروات برضو. انا كنت سالت السيد كان قال لي ما عندوش مشاكل في البسله، انا من النوع اللي بحب اضيف البسله، فقلت له الخضار اللي تحب مثلا اضيفه، واديت له مثلا اوبشن البسله. هو مثلا هنفترض ان هو عنده مشكله بعد كده في البسله، هل ينفع اغيره له باي خضار تاني؟ طبعا ينفع، والموضوع سهل جدا ان انت تبدل حاجه بحاجه. يعني هنفترض مثلا ان عندك خضار معين اجمالي السعرات بتاعته اللي انت ضايفه له في نظامه 100 كالوري، عادي جدا ممكن تجيب كمية خضار تانية تكافئ ال 100 كالوري دي، وتكافئ برضو الماكرو نيوترينز من الخضار القديم. يعني هنفترض مثلا ان انا هضيف له بسلة جرين بيز، وهختارها له نية، هنختار السيرفينج سايز 100 جرام، السيرفنج سايز جرام والاماونت 100 جرام. ال 100 جرام فيهم 81 كالوري، هنعمل لهم اد. ال 81 كالوري دول لو مثلا حابب اضيف خيار مثلا بدل البسله، الخيار معروف ان ال 100 جرام منه فيه 15 كالوري هو والخس. ففي الحاله دي هقسم ال 81 على 15 في كمية البسلة اللي أنا حطيتها. يعني 81 على 15 هيساوي 5.4 في 100، هيطلع لنا كمية الخيار اللي احنا ممكن نضيفها. طبعا هيبقى في اختلاف شوية في المايكرو نيوترينز عموما، بس مفيش اي مشاكل، ده بالعكس ده الخيار ممكن في الحالة دي يكون ليه افضلية. فهيطلع لنا 540 جرام خيار بدل ال 100 جرام بسلة، ده لو احنا هنحسبها من حيث السعرات. فحد فهم النقطة دي ولا؟ عشان النقطة دي برضو هتتعمل في الفاكهة، والموضوع ده حلو جدا في تقسيمة الفاكهة في الكالوريز وكده، لأن في ناس بتبقى حاطة فاكهة معينة قبل التمرين وما تلاقيش ان الفاكهة دي مثلا متوفرة، فبتضطر تبدلها بأي مصدر تاني. فالموضوع يعني عملي ولطيف. طب هتعملها ازاي الحركه دي؟ هنيجي نحسبها مثلا على الفاكهه. هنفترض ان انت عندك بتاخد 100 جرام موز قبل التمرين، معروف ان ال 100 جرام موز قبل التمرين فيه 89 كالوري، تمام. طب حابب ان انت تاخد بدل الموز
تفاح، معروف ان التفاح ال100 جرام منه فيه 52 كالو. هو مش معروف، وانا حافظ الحاجات دي عشان بشتغل بيها كتير. فهنحسبها ازاي؟ انت كنت بتاخد 100 جرام موز قبل التمرين، تمام كده؟ فهتقسم ال89 كالوري بتاعه الموز على ال52 كالوري بتاعه التفاح، هيطلع لك 1.7. هتضرب ال1.7 دول في كميه الموز اللي انت كنت بتاخدها اللي هي 100 جرام، هيطلع لك في الاخر كميه التفاح اللي هي 171 جرام تفاح. كده يبقى انت خدت نفس الكالوريز بس من فاكهه ثانيه. وانا ما عنديش اي مشاكل في الحاله دي، يعني اي حد ممكن يعمل الحركه دي لو هو ما عندوش مشاكل في نوعيه الكارب. لو انت ما عندكش اي مشاكل في نوعيه الكارب وقيم الجي اي والجي ال، تقدر تستبدل الفاكهه بالشكل ده، وتقدر تستبدل برضو مصادر الكارب التانية بالفاكهة بالشكل ده. يعني بعمل كده أحيانا برضو في الشوفان وفي الرز والحاجات دي كلها وفي البطاطس برضو. إحنا حابين دلوقتي نضيف فاكهة، بعد ما ضفنا البسلة، شوية بسلة بسيطة يعني مش هتضر، عايزين نحط مثلا موز. حلو، هو جاب لي رو أصلا على طول. طب السيرفينج سايز انا حابب ان هو يكون مش بالواحده، حابب ان هو يكون بالجرام عشان يبقى ادق. إيه، هنحط له مثلا 200 جرام. 200 جرام فيهم 178 كالوري. طب ليه حطيت له 100 جرام؟ ممكن احطهم على الشوفان الصبح، في حاله ان انا هحط له الشوفان يعني الصبح مع اللبن، فكده الشوفان من حيث الطعم مش هيبقى عنده مشاكل فيه خالص ويقدر يستمر عليه فتره طويله. طبعا افترض مثلا انه حابب يحط فاكهه تانية مع الموز، وتحط له ايه يعني؟ انا شايف ان معاك بطيخ. بطيخ حلو، بس ما اعتقدش انه هيتحط على الشوفان، ممكن ده يكون لوحده كده. حلو، جنب الشوفان مش مشكله. ماشي، نحط له بطيخ برضه، هيكون قبل التمرين اوبشن كويس جدا. وكويس هو بيجيب لي اصلا رو على طول، يعني يراعي ان انا ما اكتبش. يعني طبعا معروف ان هو 30 كالوري كل 100 جرام، فيعني نحط له قد ايه؟ نص كيلو ولا نحط له بطيخه؟ طب انا كان سؤال، في ناس كتير قوي بتقول البطيخ لا، وبياكلوا بجرامات، يعني بشوف 30 جرام و40 جرام، ليه؟ غالبا الكلام ده على هيلث كيبر، واحنا ما بناخدش بكلام هيلث كيبر في حاجه. لا يعني بعيدا عن هيلث كيبر، اصلا في ناس كتير بتكلم لا كلام غلط. فاه انا انا شفت النيوتريز بتاعته ولقيتها طبيعيه وهو حلو سيف. طب هنفترض مثلا ان الناس دي ما بتاكلش البطيخ عشان السعرات، فلو من حيث السعرات فانا عايز اقول لك انه يعني مقارب جدا لسعرات الطماطم اللي هي ولا حاجه اصلا. 30 كالوري، يعني تخيل انت ممكن تاكلي نص كيلو بطيخ ويكون فيه 150 كالوري بس. يعني ده رقم بصراحة يعني اختراع برضو مدهش، يعني عامل زي البابا غنوج كده. يعني لسه هندخل في حتة البتنجان دي، البتنجان ده اختراع برضو عظيم، يعني حتى من غير ما اعمل سيرش دلوقتي ممكن تعمل سيرش عن البتنجان. لا عارفة، يعني هتتفاجئ. لو من حيث الجي اي والجي ال، فاه معروف طبعا ان سرعة امتصاص البطيخ نفسه يعني عالية جدا، تمام. بس برضو ايه المشكلة في كده؟ يعني ايه المشكلة ان انت بتاكلي فاكهة معينة بتزود عندك الانسولين بنسب معينة؟ مفيش اي مشاكل، والسكر فيه اصلا مش كتير كمان. انا لسه قايل المرة اللي فاتت ان اللي بيحدد حاجة زي كده بشكل دقيق هي الكمية مع السرعة اللي هي الجي ال. فالسكر اصلا في البطيخ مش كتير مقارنة بالكمية اللي انت هتاكليها، لان نسبة المية اللي فيه عالية جدا. فمفيش اي مانع من البطيخ، ومفيش اي مانع من اي فاكهة تانية، طالما شخص طبيعي مش مهتم، مش مطالب بان هو يهتم بالحاجات دي خلاص. في لعبه البطولات بتاع البادي بيلدينج، احيانا برضو كنت بنزل البطولات وكده، بهتم بالحاجات دي. لكن انا شخص يعني كومبيتيتور، يعني مش شخص عادي، يعني بمعنى اصح الشخص العادي اللي بيظبط جسمه مش مطالب بهو ان هو يركز في الحاجات دي خالص، الحاجات دي مش مهمه بالنسبه له. يعني الا الناس اللي عندها مشكله زي ما قلت، اللي عندها مشاكل صحيه في الانسولين عموما، يعني أنا طبعاً بستثني الناس دي منها. فإحنا كده ضفنا البطيخ.
لو معانا سيد قول لي كده اي فاكهه تانية حابب اضيفها او اي مصدر تاني للكارب حابب اضيفه لك بحيث ان انت مش هتزهق منه، انت لسه قدامك كتير. بالنسبه للشوفان انا اعرف حد بيعمل الشوفان مع عسل مع قرفه، ف ده نظامه في ال... يا باشا عينيا، انا ممكن دلوقتي اضيف لك العسل عادي جدا. ايه تاني ده يقول؟ عندنا مصادر مش عارف هدي لك اوبشنز. اي نوع فاكهه عندك؟ لو متاح عندك بطاطا ممكن اضيفها لك، لو عايز مشروبات معينه. انا ما عنديش مشكله، بس البطاطا في الفتره دي قليله على ما اعتقد، عشان كده حطيت لك بطاطس. وفي الفاصوليا السوداء برضو دي مش موجوده. حلو. طب انا ما كتبتلكش اصلا فاصوليا سوداء. لا دي من المصادر يعني. فاهمك. احط لك فاصوليا بيضه مثلا لو حبيبها ولا ايه؟ انا ما عنديش مشكله يعني، ما عنديش مشكله في نوع الاكل، بس ايه يكون حاجه متعود عليها، انت فاهمني؟ يعني انت عندك تقول كل انت متعود فاصوليا ماشي شغال برضه. طب انت هتحتاج قد ايه عسل؟ لا انا اقترحته اقتراح، بس مش عارف الكميه قد ايه. لا انت، انا لسه قايل لك ايه. بصوا احنا في البدايه قلنا ايه، يعني سيبك من العسل دلوقتي هضيفهولك، بس نرجع بس لنقطه مهمه عشان الشباب يفهموها. انا كنت قايل في الاول ان الاحتياج من الكارب عندك كان المفروض 2270، يعني انت ليك سماحيه ل 2270 كالوري من الكارب فقط. فانت دلوقتي قدامك 1481، بس في الحاله دي انت في عندك زياده في البروتين وزياده في الفات، فاحنا هنخصم شويه من الكارب، بس برضه مش هيبقى بالقدر اللي في بالك. فهنشتغل على ال 200 ال 2821 دي، هنطرح منها ل 1300، هنطرح منها ل 3337، هيطلع لك رقم معين ده الكارب بتاعك. يعني هنقول مثلا انت لسه قدامك مثلا 100 جرام كارب يعني، وال 100 جرام كارب ده كتير جدا يعني، فاهم؟ فعشان كده بقول لك اختار اي حاجه تقدر تكمل معاك. وده عموما يا شباب، يعني انت لما بتيجي تحط في الدايت بتاعك حاجات معينه ما بتحطهاش لمجرد ان بيتقال عليها ان هي مفيده، لا انت بتحط حاجه تقدر تكمل عليها وفي نفس الوقت يكون فيها قدر معين من الافاده. يعني ما ينفعش اجي احط لك حاجه معينه مفيده جدا 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 بس انت مش بتطيقها. طب ما طبيعي جدا ان انت مش هيبقى عندك اي قدر من الالتزام، فاهمين النقطه دي؟ فانت حط لنفسك في المقام الاول حاجه تقدر تكمل عليها نفسيا وماديا. اكيد مش هتحط لي مثلا سلمون في كمصادر دهون، وانا مثلا انت عارف طبعا السلمون في مصر بكام، يعني هو مش غالي قوي في العاده بس عشان ده بيجي مستورد فبيبقى ثمنه عالي، فطبيعي ان انا ما ينفعش احط لك سلمون وانت في مصر. طب في حاله ان انت في بلد تانية مثلا وعندك حاجه زي كده متوفره بسعر رخيص ما عنديش اي مشاكل، لكن دايما لما بتيجي تختار اي صنف بتختاره رخيص تقدر تكمل عليه، فوائده فيها قدر يعني في قدر من الفوائد في تناسبك، مش لازم يكون اعلى حاجه ومش لازم يكون اقل حاجه في القيمه الغذائيه، فانت بتختار الاكل على اساس الموضوع ده كله. فثواني بس اضيف لك العسل، يعني ممكن اضيف لك مثلا 20 جرام اعتقد هيبقى كافيه يعني. في حالة ان انت برضو مش عايز تضيف العسل ده كله ممكن نستبدله بحاجة تانية بعد كده، بس انا بتكلم بشكل عام يعني. هي القيمة دي صح برضو؟ ضيف 20 جرام، كده قربنا نقفل الكالوريز بتاعتك. انت المفروض الكالوريز بتاعتك 3337، احنا دلوقتي 2880. طب لو احنا مثلا قفلنا النظام كله وما لقيناش فائض لاي حاجه تانية نضيفها، يعني انا طبعا ما ينفعش ان انا افضل احشي في اكل كده وخلاص انت مش هتقدر تاكله. انا افترض ان انت جيت عند اكل معين وقلت لي لا ستوب انا مش هقدر اكل اكتر من كده، خلاص احنا ممكن نقف عند كده، لان انا زي ما قلت لك ان انت ليك زياده معينه من 500 ل 1000. انا حطيت لك في المقام الاول 1000، طب هنفترض ان انت ما قدرتش توصل لل 1000 دي عادي جدا، ممكن يبقى 700 ممكن يبقى 600 ممكن يبقى 500، فالموضوع برده مش اجبار يعني. فقلت لي ايه تاني مع العسل؟ اعتقد اخر حاجة الجاية دي، عشان في حاجة مهمة بعدها برضه. هو انا كنت قلت عسل وقرفة بيحطوه مع الشوفان. القرفة
الإنفة مش هيحصل فيها مشاكل، ممكن تضيفها من غير أي حساب. تمام. إيه تاني؟ هو بالنسبة للفواكه ممكن نضيف الجوافة عادي برضو ولا إيه؟ حلو، كمصدر فيتامين سي حاجة عظمة يعني، نضيف جوافة. هي اسمها جوافة بالإنجليزي، أنا محدش يفتكر إن أنا بتفزلك يعني، بس أنا نسيت الكالوريز بتاعتها طبعا، بس هي دي الكالوريز المظبوطة. المايك يا شباب. تمام، حط لك قد ايه بقى؟ هحط لك 300 جرام يعني، خليهم كسناكس كده على مدار اليوم. نكتفي بهذا القدر ولا نكملهم من 337 دول؟ وانت فاضلك في حدود 250 كالوري، هنقول ان احنا كده قفلنا خلاص الدايت، وكده هيبقى الزيادة عندك 750 كالوري عن الاحتياج بتاعك عند الثبات. انا كنت حاسب لك في البداية البي ام ار، بس كان مضروب في الاكتيفيتي، طلع لك 2337، زودت لك عليه 1000، يبقى هو ده الزيادة بتاعتك. في حالة مثلا ان احنا خلاص حبينا نفنش الدايت ومش حابين نزود عن كده، خلاص احنا وقفنا ما بين 500 ل 1000، ودي حاجة كويسة جدا. تمام. طب نرجع بقى للماكروز نفسها، نرجع الماكرو نيوترينز والمايكرو نيوترينز. دلوقتي الماكروز عندك البروتين 580 كالوري من البروتين، احنا كان التارجت بتاعنا 400 كالوري. الفات احنا كده التارجت بتاعنا 667، احنا وصلنا في الاخر ل 810. طب هل في مشكله؟ لا مفيش مشكله، عادي جدا، لان احنا كنا في البدايه بادئين عند 20% من الاحتياج من السعرات، واحنا قلنا ان ممكن توصل ل 30%. طب الكارب احنا كان هدفنا 2270، وهنا في 1696، يعني هتقول 1700، هل في مشكله من النقصان ده كله؟ لا مفيش مشكله، لان الكالوريز نفسها انت ما بين ال 500 ل 1000 زياده. طب احنا رجعنا الماكرو نيوترينز ولقينا ان الدنيا تمام، حابين ان احنا نراجع بقى الديلي ريبورت بالتفصيل. طب هو ده ايه؟ عشان نراجع المايكرو نيوترينز اللي هي المعادن والفيتامينات. لو جينا هنا نراجع الفيتامينات والمعادن الاساسيه، هنلاقي ان الفايبر تمام، الفيتامين سي عالي جدا عشان اضيف الجوافه، لو احنا ما كناش ضفنا الجوافه في الاخر ما كانش الرقم هيطلع لنا بالشكل ده، وما فيش اي مشاكل من الزيادات الكبيره قوي دي، ما فيش مشاكل طالما جايبها من مصادر طبيعيه ومش مبالغ فيها قوي، لان ممكن برضو يكون الارقام هنا مش دقيقه ومحتاجه زياده. نيجي لل طبعا كل حاجه هنا يعني واصل الاحتياج بتاعك، كل الاخضر ده معناه ان انت واصل خلاص لاحتياجك من كل الفيتامينات والمعادن. والحاجات دي بص بالمناسبه، الحاجات اللي مش مليانه دي هتلاقي ان هي عباره عن فات، الفات اصلا انا مش حاطط البيانات بتاعتك هنا، انا حاسبها بره، فالفات بتاعك اصلا كامل بس بره الابلكيشن، ملناش دعوه بيها، احنا دعوه دلوقتي بالمايكرو نيوترينز. كذلك البروتين، البروتين هنا كاتب لك 239، بس انا اصلا مش حاسب لك 239، لان انا ما دخلتش احتياجك من البروتين اصلا، انا دخلته بره، حاسبه انا بره مع نفسي. كل ده بقى خلاص ده احتياجك من الاحماض الامينيه اصلا. الحلو في الابلكيشن هنا برضو ان حطيت لك الاحماض الامينيه اللي في البروتين، فدي حاجه كويسه جدا. كده خلاص كده ماكرو نيوترينز موجوده، مايكرو نيوترينز موجوده، حاجات انت بتحبها، حاجات انت محتاجها، اكلات متوفره عموما في مصر مش غاليه. طب تقسيمه الوجبات بقى، بص انا هقول لكم تقسيمه الوجبات شفهيا حاليا، لان المفروض الخطوه الجايه ان انا بفتح بقى تمبلت في الاكسل كده انا عامله، وببدا اقسم الوجبات على الايام، على قصدي ساعات يومه. فانا كنت قايل ان هو بيصحى مثلا الساعه 8 الصبح، فغالبا اول وجبه هتكون الساعه 9، بينام الساعه 11، فغالبا اخر وجبه هتكون الساعه مثلا 10 او 9. طبعا يقدر يغير المواعيد دي على مزاجه عادي جدا. فهنفترض مثلا ان انا دلوقتي هقول الوجبات بشكل شفهي، ممكن نقول ان الفطار فيه مثلا هيعمل البيض،
بزيت الزيتون، الشوفان هياخده بلبن وعليه الفواكه. طب في حالة ان هو مش هيقدر يقطع الفواكه كلها زي البطيخ والجوافة، فممكن ياخد بس عليه الموز. طب تاني وجبة ممكن ياخد فيها اللحمة مع نص كمية الرز، تمام. طبعا اكيد انتم متلخبطين في كمية الاصناف دي، لكن كده كده هي قدامكم يعني عموما، طبعا احنا جبناها مع بعض اصلا. فتاني وجبة زي ما قلت ممكن ياخد كمية الرز، نص كمية الرز مع كمية اللحمة. ممكن وجبة قبل التمرين، ودي حاجة كويسة جدا، ممكن ياخدها البطاطس مع البطيخ، ممكن ياخدهم الاتنين مع بعض قبل التمرين بساعة، وده شيء هيبقى كويس جدا. بعد التمرين ممكن ياخد كمية الرز المتبقية مع الفراخ اللي احنا حطينها. طب في الآخر خالص اتبقى ايه؟ المفروض اتبقى العسل. ممكن ياخد العسل يعمل بيه عصير جوافة، او ممكن ياكل الجوافة عادي جدا من غير اي حاجة، من غير اي عصير، ويحط العسل ده الصبح مع الشوفان، تمام كده. طب في عندنا نسينا حاجة مهمة جدا، حاجة كده صغيرة كنا حطيناها في النص، البسلة. البسلة يقدر ياخد نصها على الوجبة بتاعت اللحمة، ويقدر ياخد النص التاني على الوجبة بتاعت الفراخ، ويبقى احنا كده خلاص قسمنا الوجبات زي ما هو كان عايز. وفي حاجة مهمة برضو نسيناها، اللي هي يعتبر تاني حاجة اخترناها اصلا، السوداني. السوداني ممكن يتعامل معايا على انه في وجبة الفطار، بس وجبة الفطار في الحالة دي هتبقى كبيرة قوي، فممكن ياخد السوداني في الحالة دي كسناكس في اي وقت يجوع فيه، او يحب ان هو يسلي نفسه، فممكن ياخد كمية السوداني دي كسناكس في اي وقت، ممكن ياكله برضو قبل ما ينام. فالتقسيمة دي عموما بتبقى متمشية على حسب مود الشخص، على حسب اللي يريح الشخص اكتر. يعني انا ممكن اخد اكل معين الصبح، ممكن شخص تاني ياخد اكل تاني خالص من دول الصبح، فاهم الفكرة؟ فترتيبة الوجبات وتقسيمة الوجبات ملهاش قواعد معينة، الفكرة ان انت بتشوف ايه انسب ليك. فتقسيمة الوجبات اللي انا قلتها دي انسب من حيث معظم الناس اللي كانت بتمشي معايا كانت بتبقى عايزة ايه. ففي الحالة دي الطريقة التقليدية، انا بحط لهم مثلا الفواكه والشوفان واللبن والبيض الصبح، الرز والفراخ واللحمة بيبقى مثلا في الوجبات اللي في النص، وممكن الفواكه والمكسرات على مدار اليوم في أي وقت، وممكن يعمل بيها عصير بقى. في مشكلة في اللي أنا عملته ده، أنا عارف إن الموضوع معقد شوية، في كلام كتير، ممكن يكون الموضوع بقى سريع شوية في النص، في كلام للأسف ممكن أكون قلته بالإنجليزي، يعني في كلام هيبقى أسهل إن أنا أقوله بالإنجليزي عن العربي. العربي ممكن ما تعرفش تعمل سيرش عنه وتحس إن الموضوع غريب، بس بما إني شرحت السيشن اللي فات بالإنجليزي والمصطلحات كان بالإنجليزي، فهيبقى أفضل إن أنا أقوله برضو بالإنجليزي حاليا. الأبليكيشن هنا معقد شوية غير ماي فيتنس بال، بس هنا هيبقى أحسن من ماي فيتنس بال، لأن أنا هنا طلعت المايكرو نيوترينز زي ما طلعتها في الآخر كده. للأسف الماي فيتنس بال مفهوش الخاصية دي، حتى هتدخل هتلاقي حاطط لك أرقام مش منطقية للمعادن والفيتامينات، فما رشحش الموضوع ده للناس اللي حابة تشتغل بدقة. يعني السيرش بسيط جدا زي ما قلت، لو انت تهت مثلا في السيرش على الابليكيشن هتدخل على جوجل وتكتب اسم الصنف بالإنجليزي، بعد كده نيوتريشن فاكتس، هيطلع لك الصنف ده، وهيطلع لك بعد كده في خانات بتدوس عليها ممكن تحدد على أساسها لو في نسب دهون مختلفة، لو في طرق تسوية مختلفة، فالموضوع هيبقى عملي ليك أكتر. في أي أسئلة؟ يعني أنا أعتقد في أسئلة كتير على اللي أنا قلت ده، إن أنا بالنسبة لي شايف إن الموضوع فيه زحمة قوي، فأنا مستني الأسئلة عموماً. كنت شو، إحنا ليه ما حطناش عيش؟ ما حطناش عيش، سؤال حلو جدا. نحط عيش على أنهي وجبة؟ على أول وجبة مثلا؟ نوزح كده على اليوم كله. طب ما هو كده كده أصلا معظم الوجبات فيه مصادر كارب، يعني هياكل مع العيش إيه؟ طب هقولك حاجة حلو. مش إحنا خلاص كنا قفلنا كمية السعرات دي كلها على 3086؟ ماشي. إحنا ممكن نضيف شوية كمان، بس نضيفها امتى؟ ممكن نضيفها على الفطور. انت قلت لي عيش، بس هل العيش اصلا ليه مكان؟ ليه مكان نسبيا، ممكن على الفطار مع البيض. فنعمل ايه؟ سيرش العيش هيبقى صعب شويه بسيطه، بس لو اتعودت عليه، انا كده كده عارف ان صعوبته ب 268 او 270، فنشوف كده هيطلع لنا ايه عموما. يعني
هو غالبا ده اللي هيطلع صح. طبعا هنختار بالجرام، هو 266 اهو، تمام. ضفت له 100 جرام عيش، حلو كده. هنلاقي ان احنا زدنا كمان عن ال 3337 بقى 3352. هل في مشكله؟ لا مفيش مشكله، وخلاص يبقى احنا كده خلاص قفلنا ايه الدايت بتاعنا. طب هل كان في مشكله او هل في مانع ان احنا كنا نقف عند ال 3000 وشويه اللي كانت قبل ما نضيف عيش؟ لا برضه مفيش مشاكل، بس في الحاله دي الفطار هيبقى كميته كبيره قوي، فاهم الفكره؟ يعني احنا لو حسبنا كده اللي على الفطار هيبقى ايه، هيبقى زيت زيتون 15 جرام زيت زيتون، اربع بيضات، في عندنا 50 جرام شوفان، 300 جرام لبن، 200 جرام موز، 20 جرام عسل. ففي حاله ان هو ما عندوش مشاكل في ال 100 جرام عيش مع البيض خلاص زي الفل كده، حاجه كويسه كده، احنا كملنا اجمالي الكارب بتاعنا. بالنسبه بقى للناس المعتاده على العيش عموما، مفيش اي مشكله في ان انت تضيف العيش في نظامك، سواء العيش سواء الاندومي سواء يعني مش حابب اقول بس سواء الشيبسي، يعني الناس اللي بتحب احيانا تحط الشيبسي في ايام معينه. انا بتكلمش على الدايت نفسه، يعني صعب ان انت تحط شيبسي كل يوم لان خطوه صحيه مش كويسه، يعني ما ينفعش انت تحط حاجه انت متاكد ان هي مش صحيه وهتضرك مع مرور الوقت وتحطها في الدايت بتاعك. لكن هل في مشكله ان انت تحطه مثلا في يوم في الاسبوع كده من نفسك شيبسي مثلا من ضمن سعراتك؟ مفيش مشاكل خالص، ده حتى نفسيا هيبقى مفيد. يعني انا احيانا لما باخد شيت ميل ما باخدوش لمجرد ان الشيت ميل مثلا يعني كفري، انا ممكن برضو اخد الفري بتاعي او الريفيد بتاعي وجبه صحيه، لكن انا لما باخد حاجه معينه انا حاببها حتى لو مش صحيه باخدها عشان نفسيا مفيده. انت لما بتيجي تاكل اكل برضه بتاكله عشان فوائده النفسيه، انت بتبقى كده قاعد بتاكله وانت مبسوط، فدي حاجه برضه من الحاجات اللي انت لازم تحطها في الاعتبار. فاحنا كده يعتبر قفلنا الدايت من حيث محتواه مش من حيث الترتيب نفسه بتاع الوجبات. وانا قلت لكم الوجبات نفسها شفهيا هتمشي ازاي، فاهم الفكره؟ فكده كله واضح ولا في اسئله؟ انا متوقع اسئله عموما، ما كنتش ان الكلام ده كله اتفهم كده بالسهوله دي. ما كنتش هو حوار ان انا المفروض اكل كل ساعتين ده مش مظبوط؟ لا غلط، ممكن لا 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 ممكن تاكل عادي جدا، ممكن تاكل ثلاث وجبات، تاكل اربع وجبات، ممكن تخلي ما بينهم ست ساعات حتى عادي جدا. فيش اي اسئله؟ خلاص يعني ننهي السيشن على كده ولا ايه؟ طب انا لو حبيت مثلا اغير حاجه من الفواكه اللي موجوده زي البطيخ بحاجه تانية، دي اعملها تاني؟ هعيدها تاني كريت. طب ثواني كده هطلع لكم حاجه لطيفه انا كنت عايز اطلعها بس ما اعرفش هتبقى موجوده ولا. كان في صوره انا كنت عاملها لكل سعرات الفاكهه، اي فاكهه ممكن تتخيلها انا كنت مجمعها ما عدا للاسف المشمش كنت نسيته يعني. فحاول انا افتكر كده ايه سعرات بعض الفاكهه وابدا احسبها معاكم، بس عشان كده قلت لكم خلوا آلة حاسبه جنبكم. فممكن اتكلم على نفس المثال اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. هنفترض مثلا ان انت هتاخد 200 جرام موز، بس ركز معايا قوي في المثال ده، 200 جرام موز قبل التمرين، وانت زهقت من الموز او مش لاقي موز او الموز غالي يا عم، تمام؟ 200 جرام موز فيهم قد ايه كالوريز؟ المفروض ان ال 100 جرام فيه 89، تمام كده؟ 100 جرام موز فيهم قد ايه؟ هي ولا 89؟ تمام. حابب تبدله بالجوافه، الجوافه السعرات بتاعتها في ال 100 جرام 68، تمام. طب انت دلوقتي عايز تجيب الكميه البديله للموز من الجوافه، يعني انت خلاص مش عايز موز دلوقتي وعايز تاخد جوافه بدل الموز بس يكون نفس السعرات، هتعمل ده ازاي؟ هتقسم ال 89، ال 89 دي اللي هي سعرات الموز على سعرات الجوافه اللي هي 68، هيطلع لك رقم. الرقم ده هتضربه في كميه الموز اللي هي 200 جرام،
بعد كده هيطلع لك كميه الجوافه اللي انت المفروض تاخد اللي هي كام؟ 262 جرام. يعني تحب ادي لك حاجه تحسبها ولا ايه؟ ماشي مفيش مشكله. ماشي احسب لي كده معاك سعرات. يعني انت مثلا بتاخد 300 جرام بطيخ قبل التمرين، تمام، وحابب تاخد بدل 300 جرام بطيخ دول 100 جرام موز. لا لا انا جاوبت السؤال. انت بتاخد 300 جرام بطيخ قبل التمرين، تمام، سعرات ال 100 جرام بطيخ 30، تمام، وسعرات ال 100 جرام موز 89، تمام. محتاج قد ايه موز عشان تكافئ نفس كميه البطيخ؟ المفروض اطرح الموز. لا مش هتطرح حاجه. مال هتقسم وتضرب فقط، مش هتطرح حاجه خالص. تمام، يعني المفروض اقسم الموز على العسكس. انت عندك البطيخ 300 جرام بطيخ حلو قبل التمرين، حابب ان انت تستبدلهم بموز، فسعرات البطيخ 30 وسعرات الموز 89، هتقسم ال 30 على 89 في 300. ال 30 على 89 هيطلع لك 0.33. هتضربه بعد كده في 300 طلع 101. 101 صح كده، عظم. انت تقدر تعمل كده في كل انواع الفاكهه عموما. انا هبعت لكم على جروب الواتساب صوره الفواكه دي، بس يعني بلاش تنزلوها على الجروبات بقى، يعني خلوها ما بينكم كده. تمام. في اي سؤال تاني؟ طب ممكن سؤال شخصي شويه كوتش معاك دلوقتي. مثلا انا بادئ في الجيم وكده لمده 4 شهور، فالجسم اللي هو لسه بدأ يتشكل، انا طولي 173 176 ووزني 80، اللي هو المفروض ان انا اخس شويه من منطقه الجناب والبطن وكده، وازود شويه في الكتله العضليه. ديت المفروض ان انا يعني لما احسب سعراتي اقلل عنها ولا ازود ولا ايه بالظبط؟ تقلل عنها بص انا طبعا مش هعرف بشكل شفهي كده، يعني مش هقدر اقول لك بشكل شفهي، بس غالبا هتبقى عامل عجز بسيط مع تمارين مقاومه. يعني عجز بسيط يعني لما هتيجي تعمل عجز هيبقى مثلا في حدود 300 كالوري، وطبعا تحافظ على تمرين الحديد بتاعك، ولا يكون عالي قوي ولا يكون واطي قوي، يكون في المتوسط المناسب ليك، بحيث ان انت برضه في نفس الفتره اللي انت بتخس فيها دهون تعمل عضلات جديده. فاهم الفكره؟ اصل انا كل ما اقول لحد يعني او كوتش اللي هو في الجيم يقول لا يعني لسه بدري، انت مش ضخم كفايه عشان تبدا في منطقه اللي انت تنزل دهون او كده، انت لسه في فتره ضخامه، اللي هو نضف اكلك بس. الكلام ده صح ولا لا؟ هو معنى ان هو يقول لك نضف اكلك بس من غير ما يذكر لك حته السعرات، يعني حاول ما تاخدش منه معلومه تانية، لان في ناس كتير بتقول كده. بص الموضوع ملهوش علاقه احيانا بصحيه، يعني بمدى صحه الاكل ده، او بمعنى اصح الاكل ده مفيد ولا لا. الفكره كلها في السعرات في المقام الاول، وبعد كده في الماكرو نيوترينز والمايكرو نيوترينز. يعني ما تخليش حد يقول لك نظف اكلك وخلاص. يعني انا ممكن اقول لحد معين ظبط اكلك، ظبط تغذيتك. ظبط تغذيتك ده يعني ابدا اهتم بجميع النواحي، لكن نظف اكلك يعني ان انت تبدا تاكل اكل صحي؟ لا، ما بالعكس، انت ممكن تاكل اكل صحي وتزيد في الوزن برضه، وممكن تاكل اكل مش صحي وتقل. انت فاهم الكونسبت نفسه؟ الموضوع كله في السعرات في الحقيقه. يعني انت بتمشي الاول في السعرات. يعني انا ممكن اقول لك برضه تجربتي الشخصيه، انا زمان كنت عامل عضلات كويسه ونشفت وكل حاجه، وما كنتش بحسب سعرات، بس انا كنت ماشي بعشوائيه. المشيان بعشوائية، يعني انت لما بتمشي حاجة معينة بشكل عشوائي طبيعي جدا ان انت هتوصل في الاخر لنتيجة عشوائية، يا اما هتوصل لنتيجة ترضيك يا اما مش هتوصل اصلا. فاي حد بيبقى ماشي بنظام بيوصل في الاخر لنتيجة منطقية، بيبقى عارف ان هو هيوصل لها. فاهم الموضوع؟ يعني في حالة ان انا ما كنتش مظبط اكلي
وكنت ماشيها بالبركة وعملت عضلات حلوة، فمش بالضروري أي حد يعمل زي كده. فالنظام حلو، احسب سعرات، احسب احتياجك من الماكروز، ابدأ زبط تمرينك والتزم فيه، يعني حاول تستمر فترة كويسة مش شهرين ثلاثة وتبطل، وهتلاقي في الآخر نتيجة مرضية. يعني مفيش حاجة اسمها فترة بالكينج فانت يعني هي بص، عارف انت الناس اللي بتيجي تقول لك انا بعمل ديرت بالك عشان وبعد كده هنشف الكلام ده، ده مجرد مسمى او حجه للناس اللي حابه انتخ. بس الحبه اللي هو ايه يعني تعيش حياتها كده، ما فيش حاجه اسمها ديرت بالك، وما فيش حاجه اسمها ده انا ببلك فيبقى شكلي مش حلو، لا ما فيش الكلام ده خالص طبعا. تمام يا كوتش. تمام، في اي اسئله تانية ولا ايه؟ نختم على كده. صورة الفاكهة ايه؟ صورة الفاكهة اللي انت كنت منزلها قبل كده، كنت تتكلم عنها. هبعتها. حاضر، انا بعتها. انت ماشي يا غالي، خلاص انا ما خدتش بالي. بعتها هنا على تيمز، عارفه باينه ولا لا؟ على تيمز. خلاص ابعتيها على الواتساب. ماشي حاضر. طب شوف اللي على تيمز اللي ظهرت، هي دي اللي تقصدها ولا لا؟ هو غالبا انت اول شخص بعتها لك الصورة تقريبا. أيوة. غالبا هي ثواني كده. طيب بعتها لي من زمان قوي. خش بس على الشات شوف. ايوه هي دي، لسه مش ظاهرة طبعا. خلاص كده كده هبعت لهم الصورة تانية، ده في حالة انت ما بعتهاش على جوجل واتساب، لان يعني مش كل الناس بتعرف تتعامل على على تيمز. يعني هي ظاهرة ولا هي لسه ما حملتش؟ هي تقريبا لسه ما حملتش او مش ظاهرة، مش ظاهر لي حاجة عموما. يعني خلاص تمام كده كده هنبعتها على الواتساب. ابعتيها انت على الواتساب. هي دي. لا مش دي، دي حاجه ثانيه. لا حلو، ده انت كويس انت فكرتيني بدي. هي دي نفس اللي انا كنت بتكلم فيه، دي المعادله اللي انا كنت بشرحها تقريبا لسعيد. هنا احنا كنا بنطبق على العنب، في ناس كان عندها مشكله في العنب وجايه بتقول العنب مضر وهيتخن والكلام ده كله، فكنت حاطط 100 جرام من كل نوع فاكهة من دول بيكافئ قد إيه من العنب، نفس بالظبط المعادلة اللي أنا كنت بشرح عليها في الموز والبطيخ. هنا مثلا هنفترض الجوافة فيه 68 كالوري وكل 100 جرام، لو أنا حابب أخد عنب بدلها أخد قد إيه؟ 102 جرام. يعني تخيلوا الجوافة نفسها سعراتها أكتر من العنب. في ايه تاني سعراته اكتر من العنب؟ في الافوكادو، بس انا مش حاطه هنا طبعا. فاي حاجه هنا في الصوره سعراتها اقل من العنب ما عدا الجوافه، الجوافه اعلى من العنب. في الفراوله 33 كالوري، ودي من احسن الفاكهه من وجهه نظري اللي ممكن تتحط في الدايت المنخفض في السعرات، لان ال100 جرام منها 33 كالوري، طعمها كويس، تحسسك بالشبع احيانا، ممكن بكمية بسيطة منها يتعمل عصير وتبقى حاجة يعني كسناكس يعني. فالناس اللي عندها مشكلة في العنب وما عندهاش مشكلة في الإنسولين يعني تحاول تغض النظر عن فكرة الإنسولين دي خالص يعني. فالعنب ولا هو بعبع ولا الكلام ده كله. أنا زي ما قلت أنا بعت الصورة دي، على فكرة الصورة دي برضو مهمة لا تقل أهمية عن الصورة اللي أنا كنت أقصدها في الأول، أنا كنت ناسي الصورة دي والله. كويس أنت فكرتني بيها كده. فبرضو يعني خلوها معاكم عندكم هتفيدكم، اهم حاجه تكونوا فهمتوا الكونسبت نفسه، ان انتوا عايزين تاخدوا حاجه مكان حاجه بتبداوا تحسبوا المكافئ ليها من السعرات من حاجه تانية. يعني هاخد 100 جرام مثلا موز، حابب ابدله مثلا ببطيخ يبقى اخد 300 جرام بطيخ وهكذا. فهنا برضو نفس الموضوع مطبقه على العنب، بس بقى يعني ايه حاجه جاهزه كده. في اي اسئله ثانيه ولا ايه؟ طب سؤال اخير يا كوتش معاك.
وانا ما ينفعش ابدا الدايت بلان ديت غير لما يكون فيه مثلا مكملات او فيتامينات او حاجه شبه كده؟ لا لا يا باشا، انت بص في حاله الدايت اللي انا عامله للسيد ده، انت شايفني استخدمت مكملات؟ لا انا كملت له احتياجه من الماكروز من الاكل، كملت له احتياجه من المايكرونيوترينز من الاكل. طبعا خلاص انا فضلت ساعة ونص. بس انا بتكلم في حكايه ان هو مثلا يكون في بديل اللي هو الجيم، يعني مش دايت بلان بس دايت مع الجيم لو حد لا عايز. ما هو استنى ثواني معلش، هو السيد اصلا هينزل جيم، انا بعمل ايه من الصبح؟ ما انا حاسب الاكتيفيتي بتاعه مع الجيم. بص انا هلخص لك الموضوع، في مكملات يعني اوبشنال ممكن تضيفها للدايت بلان ده، زي ايه؟ زي الكرياتين. وبالفعل انا هقول له على الكرياتين وهخليه يجيبه. ليه؟ لان فوائده كتير. طب في حالة انت عايز تجيب مكملات تانية تفيدك في الجيم، يعني ممكن ما تقدرش توفرها من الاكل، دي بتبقى كماليات او بمعنى اصح رفاهيات الجيم. يعني ايه؟ يعني ممكن تجيب سيترولين. السيترولين بيفرق شوية في البامب لو انت بتتمرن في الجيم، يفرق شوية في شكل العروق عموما لو انت بتهتم لحاجة زي كده. لكن هل دي حاجة ضرورية اصلا؟ لا مش ضرورية. خلاص انا كملت احتياجه كله من الاكل، يعني انا كملت الفيتامينات كلها من الاكل، المعادن كلها من الاكل، البروتين كله من الاكل، الدهون كلها من الاكل. خلاص يعني هو مش محتاج حاجه تانية. هي السبلمنتس عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات معينه انت بتكمل بيها احتياجك اللي انت مش قادر تجيبه من الاكل. طب في حاله ان انت اصلا جايب الاحتياجات دي كلها من الاكل، تجيب سبلمنت ليه؟ تدفع فلوس ليه؟ سؤال. في الحاله دي تقدر تجيب كرياتين بس، وانا بالفعل هقول له ده لو هو مش سامعني، هو اصلا لسه معانا على الميتنج، يقدر يجيب كرياتين. يعني انا برشح له الكرياتين جدا، رخيص وفوائده كويسه ويقدر يفيد، وما يقدرش يجيبه من الاكل. ده الحاجه الوحيده اللي صعب ان هو يجيبه من الاكل، عشان يجيب 5 جرام بس محتاج يعني محتاج كيلو لحمه. ده رقم رهيب يعني. الافضل طبعا هو يجيب سبلمنت، بس سبلمنت كرياتين مش سبلمنت حاجة تانية. سبلمنت دي هي كلمة عامة عموما بيندرج تحتها أسماء كتير. طب في أماكن مضمون نجيب منها الكرياتين أو حاجة زي كده؟ عشان في ناس كتير بتضرب الحاجات دي. لو أنت قصدك البراندات المصرية، ففي براندات مصرية كتير محترمة أعرفها شخصيا. لو حابب تجيب كرياتين بسعر رخيص مكان أنت بترشحه أحسن يعني. هبعت لكم لينكات الأماكن اللي أنا واثق فيها عموما على الواتساب. خلاص تمام كده. أنتم محتاجين مني على الواتساب صورة الفاكهة التانية، الفاكهة الأولانية دي خلاص أنا بعتها، افهموها بس كويس. الصورة التانية هبعتها لكم برضو، يعني هتفيدكم جدا عموما. بعد كده في برضو اللينك بتاع حساب السعرات اللي أنا استخدمته، واللينكات طبعا البراندات بتاعت الكرياتين. كده في حاجه ناقصه تاني ولا ايه؟ تمام تمام حد محتاج مني حاجه؟ في حد اعمل ريز هاند بس؟ لا لا عملتها بالغلط. لا تمام تمام جدا. خلاص حد محتاج مني حاجه تانية كده؟ خلاص كده ننجز ولا ايه؟ نقفل ولا ايه؟ ماشي ماشي. خلاص لو حد محتاج مني اي حاجه عموما بقى على الواتساب. ماشي كل سنه طيب.